أريد أن أنوه على أمر بسيط جدا، أن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن أصبحت ظاهرة للعيان للناس جميعا، لكننا لم نكن نعيش هذه الأزمة من فبراير 2011 وبان الثورة 2011 إلى الآن، ولكنها أزمة قديمة الآن طفت إلى السطح. بالنسبة لعملية طباعة العملة، أمر لا يعني شيء، عبارة عن زيادة طباعة أوراق البنك نوت، العملة الليبية بدون أرصدة نقدية، وهو يعني بدون غطاء للعملة، وهي الأسهم والسندات والعملة الصعبة وأذونات الخزانة. حدث هذا الأمر في العديد من الدول يعني التي حدثت فيها تغيرات سياسية، حتى لم تكن حدثت فيها ثورات. يعني لو جئنا للتجربة العراقية، كان صدام حسين يطبع، وكان عدي يطبع، وكان قصي يطبع في أوراق البنك نوت العملة العراقية، فارتفع العدد، أصبحت العملة العراقية متضخمة. الآن يحدث نفس الشيء في العملة الليبية، الشرق يطبع، الغرب يطبع، أو نقول إذن هو قرار بالعكس، يعني بدل من ألا يعني شيء هو يعني كل شيء الآن، يتجه نعم. بالعملة الليبية نحو الانهيار. نعم، فقدت العملة الليبية طيب. قيمتها الشرائية، وانخفضت قيمتها أمام الدولار نتيجة زيادة المعروض من العملة المحلية، يعني أطبع بشكل كبير جدا وأعرض في السوق. هذا الأمر ماذا يعني؟ يعني كل دينار يطبع خارج إطار الدولة الموحدة وخارج وجود غطاء لهذه العملة وتوازن في قائم على طيب. المدفوعات والمشتريات والإنتاج القدمي والسلعي، يحدث انخفاض العملة المحلية، ونحن نرى هذه نعم. الأمور.